إن الدين عند الله الإسلام. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفطر في الأضحى حتى يأكل من أضحيته، فهل الأكل عام في أي جزء من الأضحية أم كما يقول العامة من الكبد؟ وما حكم تخصيص الأكل من الكبد وبارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فالثابت من حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، وفي رواية: ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح، وفي رواية: ولا يطعم يوم النحر حتى ينحر، وفي رواية: حتى يضحي. وفي حديث آخر: وكان لا يأكل يوم النحر حتى يرجع. وزاد أحمد وغيره: فيأكل من أضحيته. والحكمة من فعله صلى الله عليه وآله وسلم موافقته للفقراء كما ذهب إليه أهل العلم، لأن الظاهر أن لا شيء لهم إلا ما أطعمهم الناس من لحوم الأضاحي، وهو متأخر عن الصلاة بخلاف صدقة الفطر فإنها متقدمة عن الصلاة. وقد ذكرت حكمة أخرى، وهي ليكون أول ما يطعم من أضحيته بأكلها شكرا لله تعالى على ما أنعم به من شرعية النسيكة الجامعة لخير الدنيا وثواب الآخرة، وامتثالا لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، سواء قيل بوجوبه أو بسنيته. وقد خصص بعض أهل العلم استحباب تأخير الأكل في عيد الأضحى حتى يرجع ممن له ذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذ أخر الفطر في الأضحى إنما أكل من ذبيحته هذا. وقد وردت سنته في مطلق الأكل من غير تحديد عضو أو تخصيص موضع، وإنما استحب الأكل من كبد ذبيحته بعض العلماء كالشافعي وغيره، اعتمادا على حديث بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل شيئا، وإذا كان الأضحى لم يأكل شيئا حتى يرجع، وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته. والحديث ضعيف لا تقوم به حجة، غير أن استحباب الأكل من الكبد خاصة جار العمل به في العادة، لكون الكبد أخف الأعضاء انتزاعا وأسرع نضجا وأسهل هضما. والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلم تسليما.